أنا بعتبر نفسي لا أنا روائي ولا أنا فنان ولا أنا حاجة أبداً. أملي أكبر من جهدي، وجهدي أكبر من موهبتي، وموهبتي سجينة طبعي، ولكني أقاوم. كتاب سجن العمر لتوفيق الحكيم كتاب له أهمية كبيرة تتخطى مجرد كونه ذكريات طفولة أو سيرة ذاتية أو جزء من سيرة ذاتية، لأنه طبعا توفيق الحكيم كتب بعد كده زهرة العمر، وكتب بعد كده كمان عصفور من الشرق عن سنواته في باريس. ومن الحاجات اللي بعتز بيها ان احنا عندنا في اتحاد الكتاب المخطوط الأصلي لسجن العمر كما كتبه توفيق الحكيم بخط يده. الكتاب الحقيقة بيمر بلحظات ممتعة من وصف توفيق الحكيم لوالديه. هما الشخصيتين الرئيسيتين في هذا الكتاب، الوالد اللي كان بيعمل مستشار ثم قاضي، والأم اللي كانت متفرغة تماما لتربية أبنائها الاثنين توفيق وزهير، وكانت لها شخصية مميزة هو بيصفها بأنها كانت شخصية قوية جدا جدا جدا. أنا اللي كتبته وانت قريت لازم سجن العمر ما تكتبتش بالتعمد أني أنا أصيب أحد أو أني أصورهم صورة ترضيني أبدا، ده هو الكتاب كله كان عبارة أني عايز أقول أن إحنا توجدنا بتركيب معين، وعايز أصل إلى تركيبي أنا. تركيبي أنا جه إزاي؟ أنا أجزائي اللي خلتني أمشي في الحياة في الواقع هي زي ما تقول صفات ومواهب أو نقائص أو مكاسب أو عيوب. طيب دي حدلي إزاي؟ قلت ما فيش إلا بالميراث بقى، عندي أب وأم، فبالأب والأم أحللهم وأشوف أنا خدت إيه منهم كويس وإيه اللي مش كويس، وأكون بغاية الصراحة. دي بتصير أمي نشأت إزاي وأخلاقها إيه وطباعها إيه الكويسة والوحشة، وهو كمان طباعه إيه في حاجات اللي هي تقدر تسميها بخل أو حرص، وفي أيضا مسائل يعني تشعري بأنها يعني عملها إزاي. إحنا بنقرأ مذكرات كثيرة نلاقي اللي بيكتبها يعني مضخم ذاته قوي ومكبر في عائلته، ونجد عند توفيق الحكيم العكس، يعني يكاد يعالج كل أمور نشأته وأسرته بقدر من السخرية، أو فيها نوع يعني فنيا يسموه نوع من التعالي فوق الحدث، إن هو بيبص للحدث بنظرة فيها قدر من السخرية، وفي بعض الأحيان السخرية مثيرة للضحك. لم يرني والدي يوم ولدت، كان متغيبا في عمله بعيدا في بلدة صغيرة من بلاد الريف، كان وقتئذ وكيلا لنيابة مركز الصنطة، فترك والدتي تذهب لتلدني في بلدها الإسكندرية. وهناك في هذا الثغر وفي حي محرم بك بمنزل أختها الكبرى هبطت إلى الدنيا. ترى ماذا كان يحدث لو أننا واجهنا الحياة بعقول المدركة منذ اللحظة الأولى؟ كنا نفقد عقولنا للفور من هول الأعجوبة، أعجوبة الحياة في انكشافها المفاجئ أمام القادم من عالم الظلام والوحدة والعدم. هو قال إن سجن العمر هو الطبع الموروث عن الأسرة، الجينات اللي بيورثها الإنسان بتخليه غصب عنه يتصرف بطرق هو يمكن ما يكونش مقتنع بيها،
ولكن كيف أتحرر منها؟ بالفكر. والدي كان قبل أن يتزوج معروف بين إخوانه بأنه فيلسوف وأنه أديب وعمل شعر بس في الحكمة بقى، وكان برضو في ناحية فنية لأنه كان في وسط أصحابه، كان منهم عبد العزيز فهمي ولطفة سيد وبتاع، فكان يعني كان عبد العزيز فهمي اللي قال لنا واللي بيه حتى العقاد كتبها لأنه بيعرف أنه كمان لما يشوفوا أبويا داخل عليهم ويتفلسف هو كده يقولوا يا مرحبا بالفلسفة وهو جاي، فيقول لهم إن لم يكن فيها سفة. كان ميال بس برزانة بقى كده، ويعني بيخاف على بتاع مسؤولية، يعني تخليه مسؤول في القضاء يبقى محافظ على المسؤولية دي، وأنا عندي برضو الطبع ده. بعد ما تزوج وكانت زوجته بقى خليته كل ما يقول الكتب ويقول الكلام ده كله تحطم فيه المير وتقول له اوعى لحسن وظيفتك والفلوس بتاعتك في ناكل منين ونشرب. فإذا أنا لما كبرت وبدور على لقيت كتب من عنده قليلة تصرفت في الكتب، وأصبح هو حياته الوظيفة ومهيته إن لم يكن تزوج والدتي وتزوج واحدة مثلا أديبة شوية، كان مركزه تغير. والدتي هي كانت يعني فعلا فيها شيء من الشدة كده، ما نشعرش بأنها قريبة لي قوي، يعني ما شعرتش نحوها بحنو أبدا، يعني هي كانت بتظهر لي حنو أهو ابن تحبه، يعني مش تكرمه إزاي. أنا اللي أذكره مرة كانت مدعوة إلى فرح للأقارب فعملت فستان فرح، فأنا جيت صغير عندي 6 سنين جيت جنب السرير بتفرج على الفستان، هي افتكرت إن أنا عبس في الفستان ده، خفت على الفستان فما أشعر إلا وراحت قالت لي إيه بقى مش عارف إزاي، ورمتني برمية، الرمية بالعنف واللي حصل ده خلاني أشعر، ثم بقى كانت يعني ما نشعرش بإنها قريبة لي قوي، يعني كانت وأنا نفسي ما كنتش أقدر أفلح وأنا جنبها. وأنا في السنوات الأولى من عمري في تلك السن التي لا تستطيع معها الذاكرة أن تخترق الضباب الكثيف المحيط بها، فنحن عندما نريد أن نرتد بذاكرتنا إلى الطفولة نجدها قد انتهت إلى شبه جدار أسود أصم نصطدم به لا نبصر بعده شيئا، اللهم إلا بعض صور مبتورة غامضة نحار في معناها، من ذلك منظر تلك العفاريت المتدثرة في البياض أو السواد التي كانت تظهر لي خلف الأبواب ثم تختفي بسرعة البرق، كنت أرتاع منها أشد الروع، وكنت أحار في تعليل طريقة ظهورها واختفائها. قيل لي فيما بعد إنها الخادم والمرضع لتخيفاني وتسكتاني، ذلك أني كما يروون كنت طفلا مزعجا. المجتمع كله في ذلك الوقت كان مشغول بحكاية الجن والعفاريت، وكان الناس بتصدق إلى أقصى حد أن في عفاريت في جن، وهو نفسه قال أنا نفسي وقعت في براثن هذه الأفكار وكنت مصدق. ثم عقب هذا العهد مرحلة أخرى أكثر وضوحا، مرضي الطويل. لقد ولدت فيما علمت ممتلئ الصحة، ولكن هذه الصحة لم تدم أكثر من سنوات قلائل ثم ألمت بها الأمراض. إني أذكر هذه المرحلة أنا في السنين الأولى يمكن 6 سنين حاجة زي كده كنت بأصاب من غير ما أشعر بحمى بلا سبب، يعني ما أقدرش كده، يعني مريت الفترة دي بالحمى
وكانت الحمى دي بتيجي بسبب غير معقول، يعني غير طبيعي. يعني مثلا الحمى تيجي لما تتعرضي لبرد او تتعرضي لشيء مثلا مادي، انما كانت تجيلي الحمى دي من حاجه معنويه، لما اشوف جنازه ماشيه في السكه اجي عيان على طول. وعرف اهلي ذلك مني، فكانوا يحرصون على تجنيب منظر الجنازات. راكب انا وهي العربيه حنطور مع جدتي، فبصت لقيت جنازه بعيد كده والعربي، قالت العربية حوت حوت حوت، سمعتها بتقول حوت، فليه خايفه اني انا اشوف الجنازه فارجع مقبل حمى، ورحت في البيت بقى عندي حمى برضه. اترى الاطفال في صفائهم الملائكي يحسون ويسمعون دبيب ملك الموت؟ المرض لعب دور كبير في حياته، يعني هو عيه كتير قوي اكثر من مره، وجاله الطيفود وجاله حكايه الرمد. يخيل الي ان المرض كان مقيما بجسمي لا يزول الا ليعود. الذاكره زي شريط فيها جزء يتمسح وجزء بيبقى. حتى ده انا فاكر حاجات في الطفوله الصغيره، لما 6 سنين فاكر صور، كان لي عام مفتي الصحة في السوق، فكان مغرق أولاده اللي من سننا بالألعاب، كان لهم أوضة مليانة كده زي كأني داخل محل لعب، يعني حاجة خيالية. وكنا عايزين نحب نروح عندهم عشان بس يدخلونا أوضة اللعب دي. كان أما ندخل نتفرج على الحاجات دي بيحصل لنا شيء من الإعجاب، يعني ما أقدرش أحكي لك لطفل لما يشوف ألعاب زي دي. احنا بقى نروح لابونا ما نلاقيش حاجه اسمها لعبه، الا يوم عيد كده عايز افرحنا ابويا، فراح اشترى لي قطر صفيح من ابو قرش تعريفه، لا يمشي ولا يجرى له بس يزقيه كده. قلت له، قال لي اهو قطر. قلت له القطر ده، طب وفين يمشي فين؟ قال لي يمشي وانت لازم زقه كده يمشي. يعني ما شفتش لعبه في ايدي، حتى بالسيوف كنت عايز سيف بتعمله بالخشب. فأنا كل إحساسي إزاي أولاد عمي دول عندهم اللعب دي كلها وأنا محروم من ده ليه؟ أنا كل اللي حسيت بيه وبلورته في لنفسي بقى، هو الابن أو الطفل اللي بيحرم من اللعب بتاعته فيتعود على شيء من الحرمان. هذا الحرمان بيخليه بيزود خياله، انه يقول لك الشيء اللي انا مش عارفه ده مش قادر يعني اناله بخيالي. كنا ساكنين في بيت ما كنا في دمنهور على السكه الحديد، واشوف القطورات جايه والاشاره رايحه، وكان بكشك الاشارات البلكونه بتاعتنا، اشوف القطر قبل ما يجي بتاع الاشاره، ما انا شايفه من البلكونه يعمل كده اهو، ويجي السنافور عامل كده، يعني القطر يخش. انا هويت الشغلانه، فروحت جبت حته خشبه كده ومش عارف ايه ودقتها في البلكون، وكل ما اشوف هو عمل كده بتاع بص القطر جاي افتح له السكه. الراجل لاحظ بتاع يقوم قبل وهو بيعمل الكلام ده يبص لي، ولما يلاقيني كده يقول لي افتح السكه انا فتحتها اهو. ابويا ما كانش بخيل، انما كان دخله بسيط جدا، كان معتمد على مرتبه، ومرتبه يكفي لحياه معقوله ولكن ليس لتدليل الاولاد، وما هي يعني يعرف ما فيش حاجه اسمها تبذير. حتى في الاكل مثلا يجيب موز، يعني برضه اللي ياكل موزتين ده
يقول له يا اخي ده ده ده, ده مش الكلام اللي بتعمله ده، الصحه انك تاكل موزه بس دي الصحه. ومن ذكريات طفولتي انني كنت اتلقى في كل عيد 5 قروش عيديه، ويتلقى شقيقي زهير مثلها، فسرعان ما يعود شقيقي وقد صرفها عن آخرها، في حين أكتفي باللعب بالقطعة المعدنية طوال العيد دون أن أفكر في صرفها أو شراء أي شيء بها. فإذا انتهى العيد أعدت 5 قروش إلى أهلي كما هي. نروح العيد مثلا ياخدونا عشان يجيب لي بدل، يجيب هو قبل ما يجيب البدلة يبص في السعر، ورقة السعر الوالد، يقوم أنا أقول له لا أنا عايز البدلة دي عشان فيها صفارة، يخوف تبدأ لها غالية، يقول لا 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 أنت تاخدها يا أخوان. فعشت إن أنا كل اللي أنا عايزه ماخدوش. توفيق الحكيم كان إنسان حريص جدا على ذاته، مش من نوع اللي يحكي عن خصوصياته كتير، رغم أنه حدث وروى أشياء كثيرة جدا في هذا الكتاب من خصوصيات حياته وأسرته وكل ده وبلا حرج. لكن أما تيجي تسأل نفسك بقى، طيب هو كان بيحب أمه أكتر ولا أبوه أكتر؟ ما تعرفش، تحتار. هو منصف، هو كان يرى الحقيقة المجردة، يعني كان يقول إن أبوه كان يدقق جداً وقاعد على القهوة مستني سمسار، وكل ما الجرسون يجي يقول له تعالى هتشرب ايه يقول له لما السمسار يجي. لكن في نفس الوقت بيقول لك ما كانش بخيل ابدا، هو كان حريص لان دخله محدود، لكنه لم يكن يكتنز المال ولا حتى يسعى الى المال. وهو بيقول انا كمان نفس الشيء، يعني انا اتهمت بالبخل لكن انا ما كنتش بخيل لاني لم اكتنز المال. ده البخل ده اللي طلعته ام كلثوم. بص تلاقيهم كل ما تلاقي مثلا يعزموها الناس يعزموها ويعملوها، وبعدين قالت لي لك طب وانت هتعزمنا امتى؟ قلت لها عزمك ليه؟ توفيق الحكيم اتهم بتهمتين، اول تهمه عدائه للمراه، وتاني تهمه بالبخل. هو حاول انه ينفي حكايه عدائه للمراه، وكتب مقالات بهذا المعنى او مقال على الاقل بهذا المعنى، انما ما حاولش انه ينفي عن نفسه حكايه البخل. كانت ام كلثوم معزومه وبتجمع تبرعات عشان كانت نقيبه الموسيقيين للنقابه، فجت للعقاد تطلب منه، راح مطلع لها الفلوس اللي هي عايزاها، وراحت للمزني كذلك، وراحت لمعرفش مين كذلك. فقلت لها والله أنا إذا كنت عايزة مني الفلوس أدي المحفظة وخدي الفلوس دي، يعني اللي موجود فيها خديها كله. فتشت في المحفظة ما لقيتش فيها ولا قرش تعريف. المزني بقى مكر وخبيث، قال لها أنت بتدور في المحفظة؟ دور في علبة النظارة. قالت له علبة النظارة؟ قال لها امسكي علبة النظارة. قالت هات علبة النظارة. قال لها شيل الفرشة دي، شالت لقيت ورقة ب5 جنيه. قالت يا خبر حاطت الفلوس في عينيك. أعتقد أن حكاية البخل دي من الأشياء اللي كان توفيق الحكيم بيتسلى بيها، ويعني نوع من الدعابة اللي كان بيهواها، وما كانش في الحاجات الأساسية بخيلا جدا. صورة أخرى أذكرها باهتة هي الأخرى في تلك المرحلة، هي مرض أمي الطويل، فقد رأيتها صفراء الوجه كثيرة الرقاد في فراشها نحيلة إلى حد مخيف. قيل إنها منذ ولدتني أصابتها العلل، وكان والدي طول مرض والدتي لا هم له إلا العمل على شفائها واستشارة الأطباء في كل مكان، وعكف على الاطلاع بنفسه في كتب الطب ليتحرى عن دائها بعد أن يئس من الأدوية والأطباء. رأيت كتاباً بالفرنسية جاء به والدي ضخماً من 3 أجزاء، لم يزل عندي حتى الساعة يبحث في الجسم البشري ويصور أعضاءه الداخلية في لوحات ملونة مكبرة.
كان والدي الذي لا يكل ولا يمل يأتي من عمله القضائي فيطالع هذا الكتاب بدقته المعهودة ليقف بنفسه على سر المرض. هو التوازن الرائع ده في آراء توفيق الحكيم في كل من حوله من الناس، توازن رائع، أنه كان يرى السلبيات وفي نفس الوقت كان يرى الإيجابيات، وكان إذا فيهم عيوب يقولها يذكرها، لكن إذا فيهم مزايا كان يقدرها جدا ويمجدها ويذكرها، ويمكن كان تركيزه على المزايا والصفات الإيجابية أكتر. إن الذي جعلني أعيش القصص بكل وجداني على نحو أعمق هو طول رقاد والدتي، فقد اضطرها إلى شغل الوقت بقراءة قصص ألف ليلة وليلة وعنترة وحمزة البهلوان وسيف بن ذي يزن ونحوها، ما تكاد تنتهي من جزء حتى تقص علينا ما قرأت عندما نجتمع حول فراشها. كان يحلو لها ذلك، وكانت تجيد سرد هذه القصص علينا، لا تترك تفصيلاً إلا حاولت تصويره. فكنا نجلس إليها وكلنا آذان تصغي بانبهار، وأحياناً كان ينضم إلينا والدي بعد أن يفرغ من دراسة قضاياه. وكأنه أصيب بالعدوى منا، فإذا انتهى السرد بأبطال القصة في موقف لم يزدنا إلا اشتياقا إلى البقية، فقالت والدتي انتظروا حتى أقرأ الجزء التالي، وتتركنا على أحر من الجمر. دي شهرزاد الأب نفسه كان بيحب يسمعها قوي، وأمها جدته وهو ويقعدوا حواليها تحكي، بيقول لك ان دي اللي خلقت فيها بذره حب الحكي. وفرغت كل تلك الملاحم الشعبيه القديمه بطبعاتها الرخيصه المشوهه، وبدات تظهر في السوق روايات مترجمه باقلام الشوام، فتعلقت بها والدتي أيضاً وقصتها علينا كما فعلت بسوابقها. كان لهذا ولا شك فضل كبير لوالدتي لا ينكر في تفتيح خيالي منذ الصغر. شهريار اتعلم من شهرزاد التفكير بعد ما كان همجي ويقتل، وجاه التفكير من صورت له العالم بشكل قصص مختلفه، فبص العالم واسع قوي. هي بعد ما انتهت مهمه انه هو ما يتقتلهاش، عشان هو ماشي ابتدى يفكر ايه ده، وابتدى يفكر بقى عندي بانه بالرحلات بقى يرحل عشان يشوف الدنيا ويشوف بتاع، وكان يعني تمسك بالبعد الهمجيه بقى، يعني بقى متعلم مثقف مفكر. فهذا التفكير وصل إلى إنه حب يجرد نفسه من الأرض زي 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 الحضارة الأوروبية، يعني اسمه اللي هو سوبرمان، فحب إنه هو يقول أنا العواطف ما أنا سمعت عنها مش عايز، أنا أريد إيه أن أشعر، أريد أن أعرف. لم أرى بداً من الاعتماد على نفسي، صرت أبحث عن القصص والروايات التي كنت أراها في يد والدتي، فأستخرجها من صناديق الأمتعة القديمة وأعكف على قراءتها بسرعة، كلمة أفهمها وكلمة تستغلق على فهمي. لعل هذا ما ساعدني على إجادة اللغة العربية قبل الظفر بتعليم منظم، فقد كان تنقل والدي المتكرر بين بلدان الأقاليم سبباً في حرماني من الانتظام في سلك مدرسة واحدة سنة دراسية كاملة.
كنت أختفي بمطالعات القصصية عن عيون أهلي كما لو كنت أرتكب وزراً من الأوزار. كنت أتسلل حاملاً الكتب لأقرأها تحت سريري. كان ذلك السرير مفروشاً بملاءة تتدلى أطرافها إلى الأرض، حاجبة من يختفي تحته كأنها ستارة مسدلة، فما كان أحد يراني أو يكشف مكاني. لكن تلك الملاءة كانت تحجب عني النور، فما كنت أبالي أحياناً، وكنت أمضي أقرأ في الظلام حتى أعجز عن تمييز الأسطر، فأخرج خفية وأحضر شمعة أشعلها وأعاود القراءة على ضوئها. هكذا كانت تسير الأمور، إلى أن حدث ذات يوم أن جاء موعد الغداء، فجعلوا ينادون علي وأنا مستغرق في قراءتي، ثم فطنت إلى ندائهم المتكرر، فخرجت من تحت السرير مهرولا، تاركا من ارتباك الشمعة موقدا. ويكمل هذه الذكرى الباكرة الهامة ما يرويه توفيق الحكيم عن خادمهم الذي كان يذهب إلى مقهى بلدي به شاعر بربابة يروي عليه قصة أبي زيد الهلالي ودياب بن غانم والسفير عزيزة، فكان يحلو له هو أيضا أن يمسك بقطعة طويلة من الخشب ويصيح بي قائلا: أنا أبو زيد الهلالي وأنت الزنات خليفة. هو نفسه في البداية بيقول أنا بقيت كده ليه؟ ففعلا بتحس أن الظروف هي اللي بتصنع الإنسان. منها مثلا أن كانوا جابوا له شيخ عشان يحفظوا القرآن، فهذا الشيخ كان صوته رخيم وبدأ يعلمه التلاوة، فهو كان بيقلده وبدأ هو نفسه يرتل القرآن، والشيخ شجعه وقال له صوتك جميل، وقال أنا لقيت ناس كتير بيقولوا يعني يستحسنوا تلاوتي للقرآن. لكن الأهم من هذا أنه حفظ الآيات، فدي أثرت على قوة اللغة عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. لست أذكر بالضبط متى كان أول انفعال لي بالجمال الفني، لعل أول مظهر من مظاهره اتخذ صورة التلاوة القرآنية الجميلة يوم كنت في الريف بأبي مسعود. كان الإعجاب بصوت هذا الشيخ في كل الناحية حافزا لي على محاكاته، فكنت أحفظ ما يلقنني إياه من الآيات لأتلوها مثله بصوت جميل. ويظهر أنه كان لي مثل هذا الصوت، إذ كنت أسمع من يطريه ويثني عليه، فيزيدني ذلك إقبالا على التلاوة وتجويدا لها. وشعرت لأول مرة في قرارة نفسي بما يشبه الشعور باللذة الفنية. في فرح من أفراح العائلة تعرفوا على الأسطى الرقاصة اللي جاية وعملوا معاها صداقة وعزموها على بيتهم في اسكندرية، هم اسكندرانية والفرح كان في القاهرة، فراحت جاية لهم في اسكندرية وزارتهم وأقامت عندهم عدة أيام، فلقوها لطيفة وهي استلطفتهم. في ذات يوم عدت من مدرستي فوجدت الأسطى حميدة في البيت وهي تضرب على عودها، فرجوتها أن تعلمني العود فشرعت تعلمني بالفعل، ولم يمض قليل حتى استطاعت يدي أن تخرج من الأوتار نغما منسقا، ودخلت علينا والدتي، فلما أبصرتني وأنا محتضن العود والأنغام تخرج منه منسجمة هجمت علي تنتزع العود مني، وأرغمتني على القسم بسيد البسطامي ألا ألمس العود بيدي طول حياتي. كنت قد اجتزت تلك المرحلة الأولى للقراءة المتعثرة، تلك التي ذكرتها آنفا عندما كان الكثير من معاني الكلمات يغمض علي. أما في دمنهور فقد بلغت مرحلة التمكن من لغتي
إلى درجة حسنة. ومهما يكن من أمر، فإن لشغفنا بقراءة القصص فضلاً في تعلمنا اللغة والإنشاء بأمتع وأقرب الوسائل. أذكر ذات يوم قبل التحاقي بالتعليم الأميري المنتظم، ناداني والدي وناولني كتاب المعلقات السبع، ذلك الكتاب الذي كان يحبه وهو يترنم بأبياته، وأخرج لي معلقة زهير بن أبي سلمة، وطلب إلي أن أقرأها بصوت مرتفع. فلما وصلت إلى ذلك البيت: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي، سألني عن معنى يصانع فلم أوفق إلى إجابة صحيحة. وأن لمن كان في مثل سني وقتئذ أن يعرف حقيقة المصانعة في الحياة وهو يجهل الحياة نفسها. في الفترة اللي كنت فيها في الأرياف كان يدخلني مدارس، طبعاً أنا صغير خالص كان الكتاب، ولكن لما سني بقى في الصيبة عهد المدارس يعني من 6 7 8 سنين بدأ يدخلني في المدرسة اللي تكون موجودة فيها إقامته زي الجمعية الخيرية الإسلامية. لما جينا مصر بقى فيها مدارس ابتدائية أميرية، حب يدخلني في سنة تانية على طول. فامتحنوني قالنا ايه الارخبيل، يبقى ايه ارخبيل، يعني ايه الارخبيل ده، سقطت نهايته. جه النظر قال لي هو سنه كام، طلع مش عارف سن 12 ولا سن ايه حاجه كده، قال له خبر ده هيبقى كبير على سنه اولى. ده راح منقصنا 4 سنين عشان يبقى ايه، بقت 902. وعملها ازاي؟ قال لي المساله بسيطه، ما هو في القضاء يبقى عندهم شهادات، يجي يدعي امام العمده ان هو ما عندوش شهاده، يقوموا يسننوه بالتسنين، قول اللي هو عايز يقوله بقى. كانت حياه الريف في تلك المرحله من حياتي جميله، ذلك اني كنت اواصل هناك ايضا قراءتي للروايات، وكان تأجير الكتب والروايات نظير اشتراك شهري أمرا شائعا في مكتبات ذلك العهد. وقد أغراني هذا التيسير بقراءة ما لا يمكن اقتناؤه من الروايات ذات الأجزاء العديدة. حصل ان انا في سنه اولى ثانوي سقطت من سنه اولى لثانيه، ده بسبب بقى ان كان طلعت السينما لان كنت بسهيهم واروح. وكان للزهو بنجاحي في الشهاده الابتدائيه من اول مره اثره في الاستهتار والتراخي والاستهانه والاهمال، هذا الى خلو الجو لي بغياب اهلي من حين الى حين ووجود الكوزموغراف الامريكاني والحلقات وسلاسل المغامرات التي كانت تطيش بلبي. فبعد سلسلة زنجومار جاءت حلقات فانتوماس، وهكذا كانت الدروس تهمل وتتراكم إلى أن جاء آخر العام، فإذا بي أرسب في امتحان النقل إلى السنة الثانية الثانوية رسوبا قبيحا، وغضب أهلي لذلك غضبا شديدا، وكرهوا السينما وسيرتها وحرموها علي تحريما. كان لي عام مدرس جاء في الصيف سقطت في ايه، قلت له في الرياضه، هو كان مدرس، قال طب ما تيجي تسكن معانا وانت داخل على امتحان يعني مهم كده بعد سنه اسمه الكفاءه، فانت ايه يعني كن معانا تحت اشرافي وخليك قوي في العرب الرياضه. واهلي بقى زي ما قالوا اه والله خدوا بقى لحسن ده سقط وبتاع. دي عملت لي الخطوة الأولى في حياتي، لأن انفصلت عن مين، والدتي المستبدة وأبويا طبعا ما يرضيش بالقولة
يعني ما يرضوش بحياه فنيه ولا اشوف سينما ولا اطلع من البيت حتى. انا رحت هناك بصيت لقيت في اسره انا حر اسهر، كنت بتبرع حتى، فدي ادتني الحريه اني اروح. كنت اروح الاوبرا باعلى التياترو كده اشوف الاوبرا الاجنبيه واشوف مش عارف مين، حريه مطلقه. وعملت وحاجات فن واروح اشوف ايه، يعني كل اللي انا عايز اعمله ما فيش عليا رقابه. هو اتاثر بالفتره دي ولما كتب عوده الروح، ان العمام كانوا كل واحد مشغول بنفسه ومحدش بيراقبه ولا بيقول له رحت فين ولا جيت منين. وحتى العم الكبير اللي هو المدرس اللي هيدرس له الحساب، لانه هو المفروض كان بليد في الحساب زي معظم الفنانين والادباء، هذا العم يقول لك كان لطيف ولين وانسان لطيف جدا يعني وحبوب، فعاش في حريه. وقع الامر ان اغلب حياته كانت في حريه. ومن هنا بقى ابتديت لقيت بتدارك في الفن بقى واخش التياترو والبتاع. من يومها ما دخلتش العيله ما عرفتهاش لغايه ما بقيت موظف من سنه اولى ثانوي. نهايته خدوني ومن مبدا عوده الروح بقى. لما بتجيب سيره توفيق الحكيم اول حاجه بتيجي في مخك على طول عوده الروح، يعني تعد من اهم الاعمال اللي اتعملت عندنا، برغم انه له اعمال تانيه انما عوده الروح هي زي نجيب محفوظ الثلاثيه. اول ما تقول نجيب محفوظ تفكر في الثلاثيه بتاعته. لما ابتديت في عوده الروح كانت روايه، بمعنى ان فيها السرد وفيها، لانه ما كانش قضيه كانت او مثلا تجسيد، دي كانت حياه، يعني انت بتجيبي حياه مصريه في اسره، وهذه الاسره تقريبا بيدور حولها بقى مساله مصر كمجتمع مصري. حتى يعني يكاد يكون الواحد بدون ما اقصد انه يكون فيه رمز، كانوا بيسموا نفسهم الشعب. أيوة الاسره دي. أيوة. وكان فيهم الخدام بيعامل معامله فرد من الاسره لانه كان جاي من الارياف زيهم. أيوة. ومشيت الحكايه دي لانه كنت يعني مساله وصف المجتمع المصري ومصر في سبيله الى تطور الايه الثوري. بقى عوده الروح مصريه، يعني قضيه مصريه بتاعت مصر مالهاش شخصيه، وانت بتدوري على شخصيتها فين، من الماضي البعيد يعني لغايه ثوره سعد زغلول، بندور على كده. ولذلك فيها بقى اللي اثر بقى في عبد الناصر وفي الشباب في الوقت ده، الحوار اللي كان ما بين مفتش الاثار الفرنساوي والانجليزي، اللي هو الانجليزي مستمر على كلامه انه دول ناس، والفرنساوي يقول لك لا دول عملوا الحضاره. كل الذي أعرفه أن الهواية لم تطغى عندي الطغيان الخطر، على أني سرعان ما أدركت أن التعليم نفسه عامل مساعد للهواية، كما أن نصوص المحفوظات هيأت لنا الفرصة لإشباع هوايتنا. وصرنا بعدئذ إلى نوع عجيب من اللعب التمثيلي. انتقيت اثنين من زملاء المبرزين في الإلقاء، وجعلنا نجتمع في أوقات فراغنا لنلقي تمثيلية ارتجالية، نبدأ بالاتفاق فيما بيننا على موجز لموضوع قصة، ونوزع أدوار شخصياتها علينا بغير نص مكتوب ولا معروف سلفا، ثم نأخذ في المحاورة والإلقاء والتمثيل بكلام مرتجل للساعة والتو يعبر بلغة عربية فصيحة عن مواقف أبطال القصة. وهكذا بدأنا المسرح نحن أيضاً، كما بدأ الأقدمون بمرحلة الارتجال، ثم انتقلنا إلى مرحلة التأليف. أنا ما عملت أول مسرحية اسمها الضيف الثقيل. الضيف الثقيل كان هو أمين الاحتلال، إنما تلاقيها بقى ما لهاش دعوة بالسياسة، إنما فيها واحد محامي، مكتب محامي، والمحامي ده نزل عليه ضيف. فالضيف ده ثقيل، لا قاعد، قال لك هيقعد ثلاث ايام، قاعد شهر شهرين، فضل مستمر وقاعد. وبعد ذلك بص لقى تدخل في شؤونه، كان محامي لكن عامل مكتبه في نفس البيت. يخرج المحامي من هنا تبص تلاقي يجوا ناس زباين يسالوا المحامي هنا، يطلع الضيف يقول لهم انتوا عايزين في قضيه، تقول له هندفع مقدر، هاته، ياخد البتاع ده يحط في جيبه وبقى كده، ومش عارف يخلص منه ابدا. ف
فقالك الضيف فهموها بقى الجريز والبتاع آه. يعني وجاك ما تمثلش. فاذا يعني كان عندي روايات كتير ايه لان ده هو يمشي مع شعور البلد. ولعل الفضل في إثارة الشعور العام ببغض الإنجليز هو للمجاهد مصطفى كامل. قبل ثورة 19 كان في عملية تمهيدية لثورة ضد الإنجليز، ودي ثورة مصطفى كامل. جه لما لقى البلد نامت قام يخطب بالاحتلال الإنجليزي اللي لازم يطلع. الإنجليزي كمان كان يرد عليه بأن احنا الاحتلال ده مؤقت بعد كام يعني كام سنة كده، كل شوية لغاية ما بقوا 70 سنة. من الأشياء الطريفة أنه في وقت من الأوقات توفيق الحكيم تصور أنه هو حيكون ممثل، ومضى بعض الشيء في هذا الموضوع. كان في مجلة هنا بتتباع بأظن بخمسة سنة ولا إيه اسمها بيكتشر شو، ونجيبها نشوف أخبار الجماعة النجوم السينما دول. وبعدين حبيت أن أنا أعمل ممثل سينما، قالوا ما تبعتوا صور للشركات الكبيرة دي بتاعت فوكس وموكس الكلام ده في هوليوود عشان يشوفوا أنتوا إيه. رحت جابوا لنا حصان كده مش عارف أعرج عامل إزاي، قال هو يعني حيجري في الصورة، ما هو واقف أهو اركب. ركبتنا على الحصان والبتاع وخدوا لنا صور. ردوا علينا، بصينا لقينا جواب من الشركة البتاع ده وبيقولوا احنا شفنا الصور والصور ما تدلش على شيء، ولكن تعالى نعمل لك تيست عندنا بس على مصاريفك. مصاريفي يعني هركب لأمريكا على مصاريفي فين؟ جات الفكرة بقى، كان معانا تلميذ في كلية الحقوق أخوه الكبير اشتغل في وزارة الداخلية في قسم الشياخات، ولكن بيترجم روايات لعكاشة كده. هو توريني أخوك ده، وجيه وتعرفت بيه بقينا أصحاب. الكتابة مش عشان التمثيل، عشان ناخد قرشين. لقيت في رواية فرنساوي اسمها الحريس بالاسم الفرانكنشيف، ادونا فيها 20 جنيه، مع طلع روحنا. وبعدين جه مصطفى ممتازة وقال ما نشوف أوبريتو بتاع، دورت له على حاجة وعملنا أوبريتو وعمل الألحان، باعوها ب 30 جنيه، قال لي نصيبك 15 وأنا 15. وهناك بقى عرفت الجماعة دول. كمل الخلعي لحن لنا رواية وبعد كده وطلب مننا مكافأة 100 قرش. قال عجبتكم الألحان؟ قلت له أيوه. قال لي طب ما دام عجبتكم هاتوا البقشيش بقى. كان سمعتنا بقى زي الزفت، لأن احنا في وسط ممثلين محدش معبرهم، وروايات محدش بيدخلها في الأدب. ما كناش عارفين الفكر ده ايه ولا احنا بنضحك الناس وخلاص او نقول لهم رواية ممتعة. كان يروح مسرح عكاشة ويعيش بين الكواليس وصاحب الممثلين ويحضر بروفات ويروح المسرح ده والمسرح ده، وعاش جزء كبير من حياته بين هؤلاء المسرحيين، ويعني اطلع على أحشاء العملية المسرحية نفسها، على أحشاء المسرح، ولم يكتسب خبرته المسرحية من النصوص الأدبية وحدها. التكوين ده مهم جدا، وأعتقد هو اللي مسؤول عن هذه الحياة اللي بينضد بيها مسرح توفيق الحكيم. وعندما ذهب أبي ليتلمس خطايا في عملي كانت المواجهة. جاي يقول لك أنت بتعمل إيه؟ بتروح فين؟ خفت أقول له أنا بقى أحب الفن. يقول لي فن؟ يعني إيه الفن؟ كلمة فن دي يميها فضيحة. قلت له الأدب. قلت له أنا عايز أبقى أديب كده زي لطفي السيد. قال لي هو ليصل لطفي السيد؟ فرح وخدني ورحنا على لطفي السيد في دار الكتب. قال له ابني يا سيدي وغاوي قال الادب ومش الادب. قال له ماله كويس؟ قال له شوف ما اقول لك، ابعته باريس يدرس في السوربون يجيب الدكتوراه عشان يخلصني من الناس اللي من التياتر ده بس. وبعدين بقى وطول ما هو في السكه يبحث بقى هيصفرني بكام. لما رحت بقى باريس قانون في قانون، انا هربان من القانون، وسبت بقى السوربون في اللي يقولوا عليها الحي اللاتيني. سبت الكلام ده ورحت الحي البوهيميين اللي اسمه مونمارتر ده، وقعدت هناك وسط كان بيكاسو هناك وبتاع، وقعدت اقرا نفسي بقى
أقرأ كتب اللي هي كتب رخيصة، يعني أجيب مثلا كل كتب القديمة مولير على ما أعرفش الراسين على، تبص تلاقي ما أجيب كتب قد كده بخمسة فرنك اللي هو خمسة ساعة. تنبهت الحاجة ده بيعظموهم، يقول لك شكسبير ويقول لك مولير الله، وكتب الجامعات يعني حاجة. أنا لما شفت الحكاية دي قلت لا ده لهم حق يحتقرونا، لأن ده دخل أدب رسمي من تراث البلد بتاعهم وبقى حاجة، ده لأنهم أدب أدبة. فروح سايب البولفار اللي هو الروايات اللي بتاعت التمثيل والنجاح ده، وقعدت اتجهت للرواية اللي هي أدبية وفكرية. والده لما سفروا فرنسا يعني أهدى المسرح العربي أو أسدى للمسرح العربي أكبر خدمة، لأنه اداله الفرصة أنه ينفتح على المسرح من منظور عالمي كبير، ومش من منظور المسرح كما كان في مصر فقط. بقى يروح الكوميدي فرانساز وبيحكي بعد كده في عصفور الشرق وفي كتب أخرى إزاي فرنسا ساهمت في تكوينه المسرحي بشكل كبير جدا. عملت محاولات يعني كثيرة أجهدتني في إني أنا أتقرب للموسيقيين العظام اللي أسمع عنهم دول، مثلا بيتهوفن مثلا، ده أنا علشان بس ما أقترب منه خد مني شهور، لأن عيب الموسيقى الشرقية والموسيقى الأسيوية حتى والموسيقى الأوروبية إنها مختلفة في العقلية مختلف تام. دي موسيقى بتمشي على اللحن الواحد، ودي موسيقى بتمشي على تركيب ألحان، وإزاي تتركب الألحان دي بذلك إنها تعمل هيكل نغمي أو هيكل موسيقي. فإحنا مش يعني لازم نحول الودن الأول مش الموسيقى، الودن تستطيع أن تسمع مختلف الأنغام منسقة، التنسيق الهرموني اللي بيقولوا عليه ده، ولكن إحنا ما عندناش الهرموني ده، عندنا الموسيقى الواحدة. زي ما عبرت عن نفسي بعدين إن إحنا بنشوف لما نخش معبد كده هو ونبص عليه من بره، أو مسجد حتى بنشوف إيه؟ بنشوف هيكل كبير، هيكل، وهذا الهيكل الكبير كده هو هم بيشوفوه الأوروبيين ويشوفوك بكل شكل. احنا بقى ندور على عمود او زاوية او شباك ونقول الله شوف ما شوف والله الزخرفة دي حلوة، وننسى باقي التركيب، يعني تتمسك بحاجة جزء ولهذا الجزء نلتفت اليه. احنا عندنا الفكرة الواحدة بس ونفضل نردد فيها، نفضل نقول في الفكرة دي من اول لاخر، ونقول الله كمان، ما فيش حاجة اسمها كمان، في حاجة عرفت ان مثلا بيتهوفن ولا امثاله ان واحد يقعد كده يقوله والنبي كمان يا بيتهوفن لحن دقيقه، ما فيش، ما يتعدش، لان ده بيولد اللحن، بيولد الحان تانية وبيعمل هيكل غنائي، ما يمشيش فيه كمان يا ست ولا كمان يا حضرة يا استاذ، ما فيش. فاذا العقلية مختلفة. أبويا قال لي أنا حبعت لك فلوس تذكرة، فإذا كنت تصرفها ولا تجيش ما ديكش علاقة بينا بقى وتقعد تتدور على، لأن احنا شفنا لك وظيفة فعلا في المحكمة المختارة، مع إنه يعني ما كانش جيت ما لقيتهاش، لكن عايز يجرجر يجيبني. فأنا قعدت أقول يعني أروح ولا أقعد هنا واشتغل، أعمل إيه أخلي إيه؟ وبعدين في هذا التردد وجدت إنه أروح وخلاص، لأن هنا فيها متاعب. بيقول أنا بحاول قد ما أقدر أشوف أنا ليه بقيت كاتب وليه مشيت في السكة دي، وإنها كانت طريق شاق جدا وواعر جدا، وإنه عانى جدا من حكاية إنه يبقى كاتب له صفات معينة وله سكة محددة. القدر يقول لي أنت اتشهرت وعملت كتب كويسة بالفرنساوي، لكن هتبقى جزء من الأدب الفرنساوي، أنا عايزك تكون في الأدب اللي في بلدك. ليه؟ لأن الأدب الفرنساوي مش ناقص يدعم، لأن دي كتاب كتير ومن أهل بلدك، وبعدين يعني صحيح هتبص تلاقيهم وكل دول جنسوا جنسية فرنساوية، وكانت هتنتهي بيها الحالة، تجنس وأقعد هناك وأتجوز هناك. يقول لك لا ده أنت يعني مش هتفيد، أنا عايزك تكون كاتب في بلدك، لأن تبقى وأنت جزء من شجرة الأدب العربي، لكن انت هناك هتكون جزء من شجره الادب الفرنساوي اللي مش ناقصك. توفيق الحكيم طبعا هو شكسبير المسرح العربي، كان له
يعني بصمة كبيرة على المسرح وطور المسرح وخطى به إلى الأمام خطوات كبيرة جدا. وزي كل الفنانين الكبار كان له مراحل يعني أو مدارس مختلفة، له اللي كان بيسميه مسرح المجتمع، مسرحيات اللي بتعالج قضايا المجتمع، القضايا الاجتماعية في المجتمع، وله مسرحيات ذهنية أو فكرية، وله من الكوميديا مسرحيات كثيرة، خاصة المسرحيات القصيرة اللي من فصل واحد تكاد تقترب من قالب الفارس، وكتب مسرح واقعي، وكتب مسرح خيالي، وكتب مسرح كلاسيكي، وكتب أحدث نزعات المسرح في ذلك الوقت، مسرح العبس في روايته أو مسرحيته يطالع الشجر. أنا بعتبر نفسي لا أنا روائي ولا أنا فنان ولا أنا حاجة أبداً، لأني أنا ضيعت حياتي كلها أمام تسميه وهم تسميه هدف، إنما علشان فكرة معينة واستخدم الرواية فيها وسيلة إلى الهدف ده. ده ما فيش حد. ايه؟ انتوا شغالين؟ يعني شغال دلوقتي. يعني اللي بتكلموا ده طالع. طيب خلاص لحسن انا فاهم في الفضل قاعدين نتكلم كده ولسه تقولوا لنا قولوا اللي قلتوه.